السلام كالحرب، معركة لها جيوش وحشود وخطة وأهداف، وثقة بالنفس معركة ضد كل مضاعفات الهزيمة. السلام لا يعني غياب الصراعات، فالاختلافات تستمر دائماً في الوجود. السلام يعني أن نحل هذه الاختلافات بوسائل سلمية من الحوار والتعليم والمعرفة والطرق الإنسانية. ولذلك نتطرق معكم في حلقات النساء والسلام عن دور المرأة اليمنية في هذا المجال. وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذة فاطمة مشهور أحمد. الشعب اليمني اليوم يعني يطمح وينشد السلام في اليمن بعد حرب دامت 7 سنوات أكلت الأخضر واليابس. ما الذي يختلف سيد هانس عن سابقه من مبعوثي الأمم المتحدة؟ نحن كل يوم نواجه يعني إشكاليات وتحديات جديدة في توسع رقعة الحرب في مداها الزماني والمكاني. عن أي سلام تتحدث النساء إذا لم يكن السلام موجوداً على أرض الواقع اليمني؟ ما رأيك بهذا الطرح؟ كفانا يعني حروب ونزاعات، إلى متى ستظل هذه الحروب؟ وسائل العلم هي التي تصنع الرأي العام، إما أن تصنع رأي عام حقيقي أو أنها تزيف رأي عام. النساء والسلام تشاهدونه في الأوقات التالية.